جايب لكم لعبة يقال انه هذه اللعبة تشبه لعبة بوبي بلاي تايم. اللعبة اسمها جوي فيل ولا جوي فيلا ولا ما بعرف صراحة، اي شيء غريب جوي فيلا. المهم ما علينا، يحكوا انه هذه اللعبة شبه بوبي بلاي تايم، فحبيت اني اجربها. اللعبة مبدئيا هيك الاجواء تبعتها يعني مرعبة، بالذات انه في شخص هناك زي ما انت هون بالزاوية ما بعرف. تمام، فراح نجربها مع بعض. لكن قبل لا نبدأ يا أساطير، انزلوا تحت اشتركوا في القناة. أتمنى من الكل ينزل تحت يشترك في القناة، مو باقي شيء على 150,000. وأتمنى كمان الكل يحط لايكات، علشان جدا محتاج دعمكم هذه الفترة، علشان القناة تركناها فترة فمحتاجين إنه نرجع نتفاعل في القناة علشان يرجع التفاعل فيها نفس أول. وشغلة ثانية مهمة ضرورية، انزلوا تحت على الكومنتات اكتب أي، إن شاء الله تكتب حرف واحد مش مهم، اكتب اي تعليق يطلع منك. تمام، فيلا بينا نقول له نيو جيم ونبلش اللعبه ونشوف هل هي فعلا تشبه بوبي بلاي تايم او لا. اقسم بالله انا ما جربت اللعبه، وهي اول ولا حتى شفت لها فيديوهات، وهي اول مره نحن نلعبها مع بعض. تمام، او انا راح العبها معاكم انتو. اوكي، مبدئيا فعلا الارضيه شبه بوبي بلاي تايم، مكتوب ايفل صح، ايفل يعني الشر اعتقد. وولي بولي، او ماي جاد، هنا نطلع من هون؟ لا بس اوكي شكله مش شغال. اوكي تمام او ماي جاد، مين هذا؟ اوكي ما راح اتعب نفسي بالقراءة. وين راحت الجريدة؟ ما نقدر نركب. اوكي وات، ليش طفت الإضاءة؟ او ماي جاد ايش في؟ اوكي الباب مسكر مبدئيا. يا جماعة مين قاعد يسكر الإضاءة ويشغلها ليش هذه الإضاءة اللي قاعد تشتغل وتطفي؟ اوكي ماشي، وين الطريق إذا هذا الباب مسكر؟ في عندنا باب ثاني هون، بس خلينا في هون كمان باب. ليتس جو. Is this thing even recording? Okay. I don't know what's happening here. Okay. But something is terribly wrong. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left. And I don't understand why. قاعد يتكلم وهو خايف. It's a creature. So horrifying, it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. Man, بعرف خلاص. Eyes. عملت سكيب. حسيت إنه بس قاعد يتكلم. أوكي هذا المكان مبدئياً ما في شيء. ركبنا المكان. أوكي في عنا هنا مكان كمان. مكان. Oh my god. Oh my god. شكله هذا المكان. مهم. وات؟ في ادراج تنفتح اصلا. اوكي. اطلع. اوكي ما في شيء. اوكي ما في شيء. مفاتيح. كاميرات. اوكي ما لها فايدة الكاميرات. ندور كل ماي جاد. شاشة ما لها اي داعي. وهي مفتاح. اوكي. اوكي احنا بدأنا من هذه الشاشة. تمام من هاي الشاشة. هذه في كروب. هل الغرفة اللي دخلناها صح ولا غرفة ثانية؟ او ماي جاد. وات؟ ايش هذا الشيء؟ يا ساتر ايش هذا؟ اوكي هاي الغرفة اللي كان فيها الكروبار ولا غرفة ثانية؟ ياس هذا كروبار؟ لا مكنسة، ما نقدر ناخذها اصلا. اوكي ما نقدر ناخذها. تمام يعني هذه الغرف ما فيها شيء، بس في غرفة سرية شباب.
الغرف كلها شفناها. احنا شلنا المكنسة كيف؟ والباب اصلا مفتوح مش مسأ. اوكي ويت. ايش صار؟ اوكي تعال نرجع نشوف الغرفة. اخذنا مفتاح للغرفة هاي، هاي المسكرة صح؟ اوكي. هاي هاي. روح شوي لو سمحت. او ماي جاد كيف طرنا هيك اخر الدنيا احنا؟ يا ساتر شباب اقسم بالله المكان مرعب، والله العظيم مكان مرعب. طبعا نفس العادة انا بحياتي ما بتعلم. السلك الاحمر، اه كيف راح اعرف طيب مكانهم؟ كيف راح اعرف؟ اه لازم في طريقة نعرف فيها بس كيف؟ اوكي لازم في طريقة نعرف فيها شباب. هون ايش مكتوب؟ لازم في طريقة نعرف فيها اماكن الوايرات او الاسلاك او الكيبلات. اوكي اوكي راح نسميهم براحته. كيف راح نعرف؟ والله ما في اي شيء يدل. اه الاحمر. او ماي جاد تامر اقسم بالله انت مخك نار. الاحمر رقم 2، الاخضر 1، الازرق 5. الاخضر 1 الازرق 5. والله انت تامر اسطورة. الابيض رقم 6، الابيض رقم 6 والاصفر 3. الابيض 6 والاصفر 3 والبينك اكيد على الاربعة لان ما بقى. اوكي ايش صار؟ اه شغلنا الاسانسير اكيد المصعد صح؟ لا يمكن هذا. يس اوكي يا ليتس جو شغلنا الاسانسير. اوكي 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 والله يا شباب اول مرة العبها معاكم، يعني انا ما بعرف شو راح يطلع لي اصلا، راح يطلع لي شيء او ما راح يطلع لي شيء ما بعرف لسه. هل اللعبة جد مرعبة ولا بس مجرد كلام؟ كمان ما بعرف. اوكي خلينا بولي بولي. الو هذا الباب مسكر. ايش في صورة دبدوب؟ اوكي يمكن لازم نجيب دبدوب نعمل له سكان في هذا المكان صح؟ يمكن. هذا الباب كمان مسكر، الازرق كمان مسكر. اوه اوكي الاخضر فاتح والاصفر مسكر. اوكي او ماي جاد يا الصوت. او ماي جاد شباب الصوت مرعب والله، صوت الاقدام. هاي الدبدوب الدبدوب هذا صح؟ Hi there. Okay. If anyone is watching this, please listen carefully. Okay. My name is Ethan Jenkins. Ethan. And I work at Joyville. Okay. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. Okay. هذا الدب اللي احنا خدناه. This teddy bear is no ordinary toy. What? It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. Okay. It's a long story. I can't risk revealing. يحكي انه في chip 20% في شحن هذا اصلا. يحكي انه هذا مش لعبة عادية. في اشي ما بيخليه لعبة عادية. تمام. Okay. Let's go. يا ساتر ما تحكي لازم افوت هون. اوكي كيف نشيل الدبدوب هذا؟ Hello and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration and unforgettable memories. Then we've crafted an ايش قاعد تصير؟
والله شباب في اصوات. والله ما اعرف اضحك ولا افرح ولا اخاف. اركب هذه. طيب سير. لا ما بصير انا مسكرها. اوكي البلاي زون. كل شيء شفت صورة مكتوب عليها بلاي زون. او ماي جاد بصير اطلع من هون. طيب لا ما يصير. والله خايف. وات او ماي جاد هذا الدبدوب اللي معانا هذا بيشغل كل شيء. ايش صار؟ طيب ما فتح باب ما عمل شيء بس شغل هاي. نشوف هنا يمكن في مكان ناخذ منه التيكت. تيكت. والله توقعت والله توقعت. اوكي شو ممكن نستفيد من هذا التيكت؟ وين ممكن نستفيد منه؟ Love you. ممكن نستفيد منه بهاي؟ ما اعتقد. شوف هيك. لا لازم نستكشف كل مكان يعني يا اخي لا تصير مزعج. اوكي اوكي بعدين شباب زي ما انتم عارفين انا اصلا مش غشاش وما غشيت، بس المفروض انه انا حطيت تيكت هون، فالمفروض انه نجمع الوان الرينبو من هون عشان يفتح لي الباب هذا. اوكي اوكي المفروض. اوكي اخضر. وات اصفر مش فاهم. اصفر غلط. اوكي وات او ماي جاد يخرب بيته. ايش صار؟ اوكي سريع. هذا اول شيء احمر تمام، بعد الاحمر في اورنج. احمر ناخذ احمر. اوكي هاي احمر. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي اختار الاورنج. اختار الاورنج. خلاص لا تقرب لا تقرب لا تقرب. اورنج اورنج. اوكي ليتس جو. بعد الاورنج في اصفر. هذا اصفر هذا يا رب صح. بعد الاصفر في اخضر. اوكي اخضر. هذا الاخضر. بعد الاخضر ازرق فاتح. هذا اخضر. بعدين ازرق فاتح يا رب. ازرق فاتح هذا ولا هذا؟ هذا يا رب. Let's go. أزرق غامق. هذا هذا يا رب. أوكي بعدين بنفسجي بنفسجي آخر لون بنفسجي بنفسجي. هذا يا رب يكون صح. يا رب يا رب صح. Let's go شباب كيفين والله طورتها. Let's go let's go let's go let's go. أوكي اوكي اخيرا حل. او ماي جاد تذكر الباب. يا اخي ليه هيك بصير معانا احنا؟ ليه هيك بصير؟ وين حطوني؟ ايش هذا المكان؟ شباب هلو هلو في حدا هون؟ الله يستر. اوكي يا ساتر شفتوها. الو
ايش اللي دوست عليه؟ او ماي جاد يا رب ما تطلع في وجهي. اجت والله كانت هون الدودة انا شفتها. او ماي جاد او ماي جاد شباب شايفينها؟ شايفينها؟ يا رب تروح روحي. ايش ايش والله المكان مرعب شباب، اقسم بالله مرعب. شفتوا الدودة الخضراء كان فوق راسها؟ ها اوكي خلاص. هلب هلب وات، محتاجين بطارية. دبدوب فاضي اصلا، وهذا ما في هاندل. ايش هذا بيشحن؟ بس الدبدوب ما في يعني ما في بطارية، كيف ايش راح نسوي شباب؟ What we have to do. اليد هناك، الهاندل هناك شباب شفتوها؟ كيف نروح للناحية الثانية؟ وانزعجت وانا ادور، بس ما ضل عندنا غير هذا الحل. يعني احنا اكتشفنا انه الهاندل هناك، اوكي المفروض انه اطلع اطلع. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. يا اخي يا اخي هنا يوجد دماغ. اوكي اوكي ليتس جو ليتس جو. اوكي ايش نسوي؟ شغلها شغلها. اوكي بنشحن الدبدوب هون، بعدين ناخذ الدبدوب بنحطه هناك. او ماي جاد عين. ليتس جو. تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي. وشحنته 100% يعني. واو ليتس جو. شحنه لسه معي 100%، ما صرف ولا شيء اصلا. في مكان هناك بس ما في. اوكي 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 هذا الباب ما راح نستفيد منه. هذا الباب مسكر، هذا المكان ما في شيء. او ماي جاد فتح. اوكي قبل لا امشي راح بدي اشوف هذا الباب اللي فتحناه هون كمان، ما راح نستفيد منه. ما في حد هون. سيكتور دي مسكر بس. اوكي ويت، يعني في هون باب عليه شغله، وهناك في اسانسير راح ياخذنا الجيم روم. نروح يلا ليتس جو. اوكي اوكي بسم الله ان شاء الله بس هيك ما يطلع في وجهنا شيء مرعب على فجأة. يعني لو طلع شوي شوي مش مشكلة، بس لا يطلع فجأة. ليش الدبدوب صار 90%؟ كان 100% وما استخدمناه لشيء. الو الو في حد هون؟ ما في حدا. اوكي وات، نوع ثاني من الالعاب علشان يفتح الباب. ايش قاعد بصير؟ ايفل 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 مكتوب على الباب. اوكي
او ماي جاد شباب. وين الطريق؟ هذا الدور الثاني. هذا الدور الثاني شباب، احنا قبل شوي كنا هون تحت. كنا تحت. او ماي جاد. ليني. اوه ماي جاد. اوكي اضاءة مش مبينة. اي ايش طفوا ال او ماي جاد هذا ايش؟ لا تقول لي خربان، لا تقول لي خربان، كيف راح نعدي؟ Warning Danger. شباب كيف راح نعدي؟ هذا خربان. لا تقول لي انزل تحت، بالله عليك، بالله عليك يا اخي. هذا الباب مفتوح؟ يس مفتوح. يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك، شلني والله العظيم، شلني شلني شلني. او ماي جاد جاي وراي. شباب وين اروح؟ او ماي جاد. يا هلا يا ويلكم يا اخونا يا ويلكم. افوت جوا هاي؟ افوت جوا هاي؟ يس. ما حيقدر يجيني هون صح؟ وات؟ عم لا لا ما تقدر ما تقدر ما تقدر. يلا روح انقلع. راح صح؟ راح اطلع امان امان والله امان امان الحمد لله امان. يلا ليتس جو ليتس جو على السريع على السريع. والله العظيم لمسني. لا تيجي كمان مره بالله عليك. سكر الباب علينا. الباب لازم نعرف المكان هذا بسرعه. اوكي اوكي ايش صار؟ وات ايش صار؟ اوكي هذا الباب مسكر. الله الله الكور عجيبة. طب كيف كيف اطلع فوق؟ اوكي في هنا. هذا المكان شكله غريب والله. يمكن هون؟ لا. وهون كمان لا. أكيد لا. أوكي راح أخذ هذا. وراح أعمل هون. أحطها هون على الأزرق يمكن. ياس. يا يا خذيني خذيني. أوكي فهمت 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 فهمت. 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 اوكي اوكي وهون نزلت الاصفر. ليتس جو. اقسم بالله كنت عارف والله يا شباب كنت عارف. طيب الاحمر هون فوق صح؟ اوكي ليتس جو. فتحنا الباب. يا رب ما يجيني هذا المصرقع. اوكي الامور لحد الان تمام. وارنينج. اول طريق سكر قدامي. هذا الطريق سكر قدامي. هذا
او ماي جاد ايش فيه؟ والله لو جيت افقعك بالكرة. ايش يا شباب وين نروح؟ ايش نسوي؟ اطلع فوق. اطلع فوق. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوه ماي جاد. اوه ليتس جو فتحوا الباب. يا ربي سكر. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. افتح الباب. افتح الباب. لا. اوكي شباب اوكي اذا حابين ننزل جزء ثاني عن هذه اللعبه يا ريت تكتبوا لي تحت. اتمنى يكون الفيديو اسعدكم. لا تنسى تحط اللايك. انزل تحت حط لايك ضروري. ولا تنسى اهم شيء تحط لي كومنتات كثير كثير كثير. اكتب اي شيء. واذا حابين انه ننزل اجزاء كثير من هذه اللعبه كمان اكتبوا لي تحت. لا تنسى الاشتراك في القناه. باي باي.